بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. النهاردة في فيديو جديد معاكم، أول فيديو في سلسلة فيديوهات هنتكلم عليها. السلسلة ديت بعنوان جسمي كله بوجعني. في ناس كتير جدا بيجيلها ألم في الجسم كله. هنعمل سلسلة فيديوهات عن أمراض مختلفة فيها الجسم بيوجع الإنسان كله. يعني مريضة تدخل لك في العيادة تقول لك أنا جسمي كله بوجعني يا دكتور، مفيش حتة في جسمي سليمة. ايه الامراض اللي بتعمل الم في معظم انحاء الجسم؟ دي سلسلة الفيديوهات اللي هنتكلم عليها. اول فيديو معانا النهاردة عن مرض الروماتويد المناعي او الروماتويد المفصلي. معكم دكتور عبد الله مغازي، استشاري امراض الروماتيزم والمفاصل والمناعة جامعة القاهرة. طبعا زي ما قلنا، واحدة بتدخل عليك العيادة بتقول لك جسمي كله بوجعني يا دكتور، مفيش حتة في جسمي سليمة. مرض الروماتويد من ضمن الامراض اللي بتعمل الم في الجسم كله. مرض الروماتويد عشان نعمل فحص للمريض اللي عنده الروماتويد بنفحص 28 مفصل. الروماتويد بيأثر على مفاصل اكتر من 28، ولكن اهم من 28 مفصل عندنا في جسمنا بيأثر عليه هو الروماتويد. فلو شفنا ال 28 مفصل دول هنلاقيهم الجسم كله، مفاصل في الايدين، في الاكتاف، مفصل الفك، مفاصل الركب والقدمين. فدي المفاصل التي يؤثر عليها الروماتويد. فإذا الروماتويد مرض يؤثر على جميع مفاصل الجسم، وقد يؤثر على مفاصل الرقبة. الروماتويد مش بيأثر على العمود الفقري من تحت. وبالتالي مرض الروماتويد بقى من ضمن الأمراض اللي بتعمل ألم في الجسم كله. إزاي بنشخصه عشان نقدر في سلسلة الفيديوهات اللي هنقولها على وجع الجسم ده كله نفرق الأمراض من بعضها، أو أنت كمريض تعرف عندك إيه، أو أنت كطبيب بتعالج أمراض الروماتيزم بتعرف تفرق بين الأمراض وبعضها. مرض الروماتويد مرض مناعي. مرض مناعي لازم يصاحبه تحاليل الالتهاب والمناعة يكون فيها مشكلة. يعني دي نقطة مهمة جدا، إن مرض الروماتويد لازم يصاحبه التهابات. التهابات يعني ايه التهاب في المفاصل؟ او يعني ايه كلمة ارثرايتس؟ كلمة ارثرايتس معناها الم وتورم وعدم القدرة على تحريك المفصل، بين وسويلنج وعدم القدرة على تحريك المفصل اللي هو ليميتد رينج اوف موشن. فده كلمة ارثرايتس او كلمة التهاب المفاصل. فمرض الروماتويد عشان نشخص مرض الروماتويد لازم يكون عندنا تورم بالمفاصل. ما ينفعش نشخص مرض الروماتويد بدون تورم. دي نقطة مهمة جدا، ان مرض الروماتويد من الامراض التي تسبب تورم بالمفاصل. يعني معنى كده مفيش مرض روماتويد من غير تورم بالمفاصل. دي نقطة مهمة جدا، تورم بالمفاصل. يعني تورم، انا مفصل ايدي وارم، بتدخل عليا مريضة الروماتويد في العيادة لقى مفاصلها وارمة. اول ما تقعد على الكرسي اقول لها عندك روماتويد من امتى؟ تقول لي انت ايه عرفك يا دكتور؟ اقول لها من منظر ايديك باين عليك. يعني لما رضا مثلا جايه تقول لي انا عندي روماتويد يا دكتور، فبص على ده مفيش اعراض روماتويد، افحصها مفيش روماتويد. اذا مرض الروماتويد من الامراض التي تسبب الم بالجسم كله يصاحبه تورم بالمفاصل. اول نقطه، الم وتورم بالمفاصل وعدم القدره على تحريك المفاصل صباحا. دي اول عرض المريض بيشتكي لي من حاجات، وانا بنفسي بفحص المريض الاقي عنده التهابات وتورم بالمفاصل. يعني هو المريض بيشتكي من حاجة وأنا كمان بفحصه ألاقي فيه حاجة وعنده تورم بالمفاصل، وده بتخضع لخبرة الطبيب وقدرته على اكتشاف الالتهابات واكتشاف التورمات اللي موجودة في المفاصل. فشكوى للمريض، فحص للطبيب، ثم يأتي بعد ذلك دور التحاليل. دور التحاليل، التحاليل عندنا فيه تحاليل مهمة جدا لتشخيص مرض الروماتويد، وهو تحليل السي ار بي والاي اس ار، اللي هو تحليل البروتين التفاعلي وتحليل سرعة الترسيب. الأهم من فيهم الأهم السي ار بي، وهو تحليل السي رياكتيف بروتين، لأن سرعة الترسيب ممكن تبقى عالية عند الإنسان الطبيعي، مفيش مشكلة. أو واحد عنده 30 سنة أو 40 سنة تلاقي سرعة الترسيب عنده عالية، ده طبيعي. يعني سرعة الترسيب لها معدل بيعلى مع السن، يعني سرعة الترسيب واحد عنده 40 سنة غير واحد عنده 10 سنين، يعني ده المعدل الطبيعي عند الإنسان بيزيد معاه كل ما بيكبر في السن. وبالتالي التحليل الاهم والمهم هو تحليل البروتين التفاعلي او السي ار بي او السي رياكتيف بروتين. فاذا لقينا تحليل السي ار بي عالي، يعني مثلا طبيعي بتاعه 6 طالع 40 50 60 ارقام كده، فاذا عندنا التهاب موجود في الجسم قد يكون سببه الروماتويد او سبب اخر، بس الروماتويد بيسبب ارتفاع السي ار بي.
وسرعه الترسيب بتبقى عاليه، بس مش عاليه 20، تبقى 70 80، ارقام كبيره في مرضى الروماتويد سرعه الترسيب. يعني معامل الروماتويد، معامل الروماتويد بيبقى ايجابي في 70-80% من الحالات، اللي هو التحاليل بتاعت الاجبا او الانتي سي سي بي او الروماتويد فاكتور بتبقى ايجابيه في بعض المرضى، ولكن قد تكون سلبيه في مرضى اخرين. في كثير جدا من مرضى الروماتويد التحليل ممكن يكون عندهم سلبي. فده تشخيص مرض الروماتويد، اعراض وتحاليل وفحص الطبيب مع بعض، تكامل الحاجات دي مع بعضها يشخص مرض الروماتويد اللي هو اول سبب هنتكلم عليه من اسباب جسم كله بيوجعني. اتمنى تشتركوا معنا في القناة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.